مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن الآن في مادة علوم الحاسب للصف الثاني عشر تكنولوجي، وفي الوحدة الثانية الفرز والبحث، ونحن الآن في خوارزمية الفرز بالإدراج وتكملة لما درس سابقا. تعلمنا الفرز كمفهوم عام، والفرز الفقاعي، والفرز بالتحديد، وتحدثنا عن الفرز بالإدراج كمفهوم للخوارزمية وخطواتها وتمثيلها الرسومي، واليوم سوف نتدرب على كتابتها في لغة بايثون. إذن أهداف الدرس: تمثيل خوارزمية الفرز بالإدراج في بايثون. المصطلحات: خوارزميات الفرز Sorting Algorithms، وخوارزمية الفرز بالإدراج Insertion Algorithms. لاحظ مفهوم الخوارزمية لنتذكرها بشكل سريع. أول عنصر نعتبره مفروز، نبدأ بالعنصر الثاني، نقارن الثمانية بما قبلها، ما في أي مشكلة. الخمسة بما قبلها، فعلاً الثمانية أكبر، إذا نرحل العناصر التي أكبر من الخمسة، ثم نضع الخمسة في مكانها المناسب. الآن الاثنين هو الكي، ونقارنه بما قبله، أي عنصر أكبر من اثنين نقوم بترحيله، ثم نضع الاثنين في مكان المناسب. الأربعة، أي عنصر أكبر من أربعة نقوم بترحيلها، إلى الخمسة أيضا ترحل، ثم نضع الأربعة في المكان المناسب. وهكذا بالنسبة للستة، بنرحل الثمانية والسبعة لأنهم أكبر، ونضع الستة في مكانها المناسب. وكذلك حال بالنسبة للثلاثة، نرحل جميع الأعداد إلى الأربعة، ثم نضعها في مكانها المناسب. هذا هو مفهوم خوارزمية الفرز بالإدراج. فخوارزمية الفرز بالإدراج هي إحدى خوارزميات الفرز التي تعتمد على مبدأ المقارنة، حيث تقوم بإدراج العنصر الغير مفروز بمكانه الصحيح. خطوات خوارزمية الفرز بالإدراج ذكرناها سابقا. بداية الخوارزمية، نفرض أن العنصر قد تم فرزه، أول عنصر في مكانه الصحيح، نقارن العنصر الثاني اللي الفهرس الخاص فيه واحد بالعنصر الأول ذو الفهرس صفر. طبعا إذا كان الثاني أصغر من الأول فنقوم بإدراجه إلى قبل الأول. الخطوة الرابعة، ننتقل إلى العنصر التالي وهو ذو الفهرس 2، وهو فعليا العنصر الثالث طبعا، ونقارنه بما قبله من العناصر. إذا كان هذا العنصر أصغر من العناصر التي قبله، نقوم بعملية ترحيل لهذه العناصر حتى نضعه في مكانه الصحيح. نكرر هذه العملية وصولا إلى نهاية المصفوفة وتنتهي الخوارزمية. نقوم الآن بتمثيل هذه الخوارزمية باستخدام لغة بايثون. مثال 4، الكتاب المدرسي صفحة 128. لدينا قائمة من الأعداد العشوائية التالية، ثم نقوم بترتيبها ترتيب تصاعدي باستخدام خوارزمية الفرز بالإدراج في لغة بايثون. نكتب الكود البرمجي. بداية ننشئ الليست، ماي ليست، نكتبها كما هي، ثم بعد ذلك نقوم بطباعتها كما هي قبل الترتيب. n تساوي len of my list، نحصل على طول الليست على عناصرها. بعد ذلك نستخدم for خارجية، for i in range، لا نبدأ من الصفر وإنما من الواحد، لأننا افترضنا أن الصفر هو عنصر مفروز وفي مكانه صحيح. إذن نبدأ من الواحد إلى الn. بعد ذلك نفترض أن الi أو العنصر الأول هي my list of i، هي الكي التي على أساسها نقوم بالمقارنات. اللوب الداخلية، نقارن هذا الكي بما قبله من العناصر، العناصر الجي التي قبله، والجي هي عناصر التي قبل الآي، إذن الجي تساوي آي ماينس 1. ثم نبدأ بالوايل. بالوايل يجب أن نحدد شرطين. الشرط الأول أن الجي أكبر من أو تساوي الصفر، بمعنى أننا ننتقل إلى البداية ولا يجوز أن نقوم بالرجوع إلى قبل البداية. والشرط الثاني أنه إذا كان الكي أصغر من العناصر التي قبله اللي هي my list of j، نقوم بترحيل هذه العناصر، نجعل my list of j my list of j للعنصر اللي بعدها، يعني my list of j plus 1 تساوي my list of j. هكذا رحلنا العناصر إلى اليسار. وللانتقال إلى العنصر السابق نقوم بتنقيس للj، فالj تساوي j minus 1، ويستمر اللوب هذا الوايل حتى ينتقض أحد هذين الشرطين. بعد ذلك نضع الكي في مكانه الصحيح. العناصر
التي أكبر من الكي رحلناها إلى اليمين فأصبح عندي مربع فارغ، لذلك الـ minus of j plus 1 تساوي الكي. هذه الجملة ننفذها بعد الانتهاء من الواي. بعد ذلك يرجع مرة ثانية للفور ويأخذ القيمة الثانية الآي ويستمر بنفس الخطوات، يقوم بترحيل الكي إلى مكانه المناسب. ولو لاحظنا أن هذه الفور الأولى بعدد عناصر ليست باستثناء العنصر الأول، إذا نبدأ من الثاني. هذا الكي اللي على أساسه نقوم بعملية المقارنات، هذه الجي التي تعبر عن العناصر التي قبل الآي، وهنا نستخدم الوايل ما دام أننا وصلنا إلى البداية، ما زلنا في البداية لم نرجع إلى قبل البداية، والكي أقل من العنصر الخاص بالجي العناصر التي قبله، إذا نقوم بعملية الترحيل. في هذه المرحلة نقوم بالترحيل ونرجع للعنصر السابق. بعد الانتهاء من الوايل قلنا أن نضع الكي في مكانه المناسب وتتكرر العملية، وبعدها نقوم بطباعة الليست. فناتج تنفيذ هذا البرنامج هو طباعة الليست قبل الفرز وطباعة الليست بعد عملية الفرز. تدريب رقم 4 بالكتاب المدرسي صفحة 132. اكتب برنامج بلغة بايثون بحيث يفرز عناصر القائمة التالية تصاعديا باستخدام الفرز بالإدراج، ثم عدل البرنامج ليقوم بعملية الفرز بشكل تنازلي. نبدأ بالترتيب التصاعدي نفس الكود السابق، نكتب الليست كما هي، نطبعها، ثم نحدد طولها، نبدأ بعملية الفور بالعناصر التي بعد العنصر الأول، يعني بدل ما أبدأ من الاندكس 0 بدأنا من الاندكس 1 إلى الان. بعد ذلك نفترض أن أول عنصر أو العنصر الآي اللي هي my list of i عبارة عن الكي اللي على أساسه نقوم بالمقارنات. في اللوب الداخلية نبدأ من العناصر التي قبل الآي، إذا الج تساوي i minus 1. وقلنا أن الوايل لها شرط أنه إذا ما زلنا بداخل القائمة لم نصبح قبل أول عنصر، وهذا الكي أصغر من العناصر التي تسبقه، نقوم بترحيل هذه العناصر وهي my list of j plus 1 تساوي my list of j، ونذهب إلى العنصر السابق الj تساوي j minus 1، ويستمر في هذه الطريقة حتى نصبح أو نحدد مكان فارغ للكي وهو المكان المناسب. بعد ذلك نضع الكي في مكانه الصحيح وهو my list of j plus 1 تساوي كي، ويستمر الدوران حتى ينتهي، ثم نقوم بعملية طباعة الليست. هذه الطريقة هي الترتيب التصاعدي للقائمة، ولو نفذناها هذا الليست قبل وهذا الليست بعد تنفيذ الفرز بالإدراج، ولاحظنا ترتيبها تصاعديا. ما زلنا في نفس التدريب رقم 4 بالكتاب، والمطلوب الترتيب التنازلي. تقريبا الكود البرمجي مشابه لما سبق ما عدا تغيير إشارة واحدة فقط، وهي هذه الإشارة. ننشئ القائمة، نطبعها، نحدد طولها، نحدد الرينج اللي يدور فيه الفور وهو من العنصر الثاني، بعدها نحدد الكي، نحدد العناصر اللي قبل الكي، نقوم بعملية المقارنة، فقط نغير هذه العلامة. كان سابق إذا كان الكي أقل من الذي قبله، الآن لا، نخليه إذا كان أكبر من، لأن الترتيب تنازلي. فقط هذا التغير الوحيد الذي قمنا به، وبالتالي بيطبع القائمة بشكل تنازلي. لاحظ التنفيذ بشكل تنازلي.